والشباب اللي بيعمل حاجات حلوه ويستفيد من موهبته جنب الدراسه ويبدا بدري ويشتغل لازم كل الناس تدعمه. النهارده برضو بنكمل مع حضراتكم فرقه استضفناها في بدايه انطلاق البرنامج، وكان لينا معاهم لقاء جميل جدا، والنهارده بنلتقي مع البنات. اعلام المصطفى اسسها صلاح الشاب المصري المجتهد، وبنات كتير بقى التحقت بالفرقه، وناس كتير بتتدرب فيها وناس كتير بتشتغل فيها وليهم حفلات وحاجات ظريفه. النهارده هنمتع حضراتكم بجزء، وبكره ان شاء الله برضو هيبقى في جزء تاني هنستمر فيه مع حضراتكم. برحب بيهم، منوريني النهارده فرقه اعلام المصطفى بنات، علياء محمد صباح الفل يا علياء، ومجموعه من البنات الحلوين اللي موجودين بقى. مين اللي جنبك؟ ايه سليمان، ها؟ منورني وصباح الفل، ومنورني كمان عم هاشم لطفي عازف الناي. صباح الفل يا عم هاشم. صباح الفل. خليني النهارده بقى ان شاء الله نسمع منكم حاجه ظريفه كده، اجواء رمضانيه ورايحين على ايام مباركه، كل سنه وحضراتكم طيبين. وبكره برضو ان شاء الله نسمع منكم حاجه تانية تبقوا منوريننا. والنهارده في الفقره الفنيه سريعا هسيب حضراتكم مع انشاد باصوات جميله جدا جدا، وبكره ان شاء الله هيبقى لنا لقاء تاني معاهم، وهشوف حضراتكم على خير في صباح دريم، احلى صباح في مصر. هتسمعونا ايه بقى النهارده؟ يلا بينا يلا بينا. Oh.